حقيقة بلدية السلط الكبرى هي من أقدم بلديات الأردن، وتأسس أول مجلس بلدي ليس عربيا إنما عثمانيا من الحكومة العثمانية في عام 1881، ثم كان أول مجلس عربي في عام 1887. وتطورت الحياة البلدية، وكانت البلدية في ذلك الوقت عبارة عن حكومات مصغرة تقوم بتأدية كافة الخدمات للمواطنين. ومنذ تأسيس إمارة شرق الأردن في عام 1920 بدأ التطور الملموس على عمل البلديات. البلدية تقدم حاليا ما يزيد عن 42 خدمة للمواطنين، إلا أن الخدمة الأساسية العلاقة بين المواطن وبين البلدية لتشكل حلقة وصل مع الحكومة المركزية، لكونها هي خط التماس الأول مع المواطنين. بلدية السلط الكبرى ما يميزها أن مدينة تراثية قديمة، وفيها حوالي 657 مبنى تراثي، وفيها 1541 موقع تراثي. وبالتالي هذه المدينة لها خصوصية أنها تشكل مدينة التراث الأردني الأول، وهي مدينة الأوائل، لأن معظم المؤسسات نشأت في هذه المدينة. في هذا العام يصادف 140 سنة على تأسيس بلدية السلط الكبرى، الذي يتزامن مع الاحتفالية بالذكرى المئوية. السنة في هذا العام إن شاء الله في شهر 6 سيكون هناك مناقشة ملف تسجيل السلط على قائمة التراث العالمي كمدينة تراث، وهذا يشكل إنجاز للبشرية وللعالم العربي والإسلامي وللأردن تحديدا ولمدينة السلط خاصة. بلدية السلط الكبرى تحاول أن تعيد ألق المدينة القديمة بتفاصيلها، تحاول أن تزيل كل التشوهات البصرية، تشتغل على جمالية المدينة بحيث تبقى مدينة السلط رمزا للتراث الوطني المعروف والمعتمد. كانت وما زالت المرأة السلطية تحافظ على التراث الموروث اللي ورثناه من جداتنا وأمهاتنا. زي ما أنتم شايفين هذا الزي التقليدي لمدينة السلط، خصوصا لزي العروس، هو بنسميه إحنا الخلقة السلطية. هاي الخلقة السلطية مصنوعة من قماش التوبيت الأصلي اللي كان يستورد نهاية القرن 19، مأخوذ من دودة القز. ارتداءه وآلية صنعه لها يعني قصة طويلة، لأنه هو باعتبار أنه زي العروس لازم أنه خلال أسبوع أو 10 أيام يكون جاهز، بتقسم على سيدات الحارة بيقوموا بتطريزه. طبعا التطريز اللي موجود على الخلقة اللي هو التطريز اللي هي قرط المرجان والعرجة، هاي القطب الأردنية أو القطب السلطية اللي إحنا نتفاخر فيها، اللي بتمثل طبيعة وجغرافية مدينة السلط. بالإضافة أنه هذا الزي يعني بعطي الحشامة والوقار زي ما أنتم شايفين، وبتوضع على رأسها العصبة الحمراء للعروس والعصبة السوداء المنسوجة مع خيطان الفضة للمرأة الكبيرة في العمر. المرأة السلطية مرأة عصامية قيادية من زمن طويل، كانت تساند الرجل يدا بيد لما تطلع معه على الحصيدة، لأن السلط طبيعتها جبلية، وكانت تزرع كثير حقول القمح، وكانوا يطلعوا يعزبوا لفترات في الحصيدة، وكانت تساند الرجل، وكانت تعمل المونة السلطية. بنفتخر في المرأة السلطية ودورها، لأنه هي امرأة يعني بتكافح، ومرأة قيادية، ومرأة إلها جماليتها في كل شيء بتصنعه. هذه المدينة التي شكلت مزيجا بين المعاصرة والماضي العريق، وكانت أول عاصمة أردنية ذات مركز سياسي كبير، وحملت ثقل البلاد في بعده السياسي والاقتصادي إبان الفترة العثمانية. ومن شارع الحمام الذي يخترق جنبات تراث هذه المدينة تعاقبت أجيال، فاق عددهم سكان العاصمة عمان إبان فترة ازدهارها في منتصف القرن 19 وبدايات القرن 20، إلى شارع الخضر الذي يحمل رمزية دينية بتناغم سكانه من مسلمين ومسيحيين، وبيوت غلب عليها طراز معماري بلون أصفر. ربما تكون مدينة السلط الوحيدة بين مدن المملكة التي تضم عددا كبيرا من البيوت والمساجد والكنائس التي يزيد عمرها عن 100 عام بطراز معماري متميز. بالنسبة لمدينة السلط، هذه المدينة العريقة حملت عدة أسماء عبر تاريخها العريق، فكان أول من هذه الأسماء هو جادورة أو جدارة، أي بمعنى الجدار أو الجدار أو الحائط،
وطبعا وجدنا هذه التسمية في الوثائق الأثرية القديمة. وأيضا هناك اسم ثاني حملته المدينة وهو السلط الصاد، وهذا الاسم طبعا يعني الجبين الواضح، وهذا طبعا ابن الأثير ذكر هذا الاسم. ولكن الخبراء الغربيين والباحثين الغربيين يعتقدون أن هذه التسمية من أصل الصمت، وهو مأخوذ من الكلمة اللاتينية سالتوس بمعنى الغابة الكثيفة. والغابة الكثيفة طبعا هذا هو أنا أعتقد أنه أصلح اسم لهذه المدينة، لأن صلت كان يطلق على شجر البلوط وشجر السنديان الذي كان تزخر فيه المدينة قديما. والاسم الحالي طبعا لمدينة الصلت هو الصلت بمعنى القهر أو الشدة. هذه الأسماء التي حملتها هذه المدينة عبر تاريخها. طبعا بالنسبة لأهم المعالم في مدينة الصلت هو ساحة العين وشارع الحمام. ساحة العين هي أبرز ساحات مدينة الصلت، وذلك لارتباطها بذاكرة أهل المدينة بأحداث سواء كانت سياسية تجارية أو اجتماعية، فبقيت لفترة طويلة من الزمن تحمل الصبغة الحضارية لمدينة الصلت.